السلام عليكم ورحمة الله، معكم محسن من قناة عايشة في سلام. النهاردة إن شاء الله هنعمل فلوج، يعتبر أول فلوج لنا، يعني هنوريكم فيه اللؤلؤة في قطر إن شاء الله. يلا بينا معانا نشوف الفيديو. وده هنا بتصور لكم هنا كورنيش الدوحة، زي الناس اللي هتشوف الدوحة برضو. منظر ما بصراحة تحفة مع الأبراج. دي منطقة الأبراج في الدوحة اسمها الدفنة اللي احنا داخلين عليها الوقت حاليا. كده وصلنا احنا منطقة الأبراج في الدفنة. وأجمل حاجة هنا بصراحة ان يعني كله بيلتزم بالسرعة، بيلتزم بقانون المرور. طبعا في بعض الأحيان بيبقى في ناس طبعا متهورين وكلام من ده، بس في الشامل لازم كله بيحترم قوانين المرور هنا. كل واحد بيبقى ماسك حارته وهو ماشي في الطريق. بصراحة النظام حلو يعني. كده على حديقة فندق شيراتون في الدوحة، ودي هنا من أشهر الأبراج هنا في الدوحة برضو. هنا طبعا في جناين هنا بصراحة تحفة، يعني تلاقي معظم العائلات دايما تيجي في فترة الخريف والشتاء بيقضوا يومهم هنا تقريبا. مساحات خضراء كتير وحلوة. صراحة من أجمل الأيام حاليا الوقت في الدوحة هي الأيام اللي زي دي كده. طبعا الحرارة قليلة، الجو فيه برد شوية، وضع تاني خالص يعني بصراحة. إن زي ما أنتوا عارفين دول الخليج بتبقى الحر فيها شديد جدا، فبيبقى من الصعب إن أنت تخرج أساسا أو تتنزه في أي مكان يعني. فهي ده بالنسبة لنا بيبقى عيد الفترة دي كده. ده كان برضو من ضمن الحاجات المعمارية اللي اتعملت في ال3 سنين اللي فاتوا، من الحاجات الجميلة بصراحة برضو كمنظر جمالي يعني. نحن الوقت داخلين على البوابة اللي هي المفروض بتدخلنا على كتارة، ومنطقة اسمها كتارة، ومنطقة تانية اسمها البرل او اللؤلؤة. كتارة دي دايما اللي بيسموه الحي الثقافي، بيها في كل حاجة بقى عن الفن وال رسم، اي حاجه خاصه بالفن عامه مجتمع في قطاره. ان شاء الله برضه هبقى اعمل لكم ريفيو عليها باذن الله. الفيديو ده برضه انا هتكلم فيه بالانجليزي والعربي عشان ليا اصدقاء برضه اجانب دايما بيحبوا ان هم يشوفوا الفيديو بالانجليزي برضه. ف هالو جايز، هاو ار يو؟ ذس ماي فيرست فلوج. I want you to enjoy this video inshallah. I'm on my way now, the way to Zaber, to make the review for you to enjoy. Hope to enjoy it inshallah. طبعا اول ما جيت الدوحة طبعا ما كانش في الحاجات دي خالص، كان لسه كل الحاجات دي تحت الانشاءات، سواء الانفاق او الكباري. دي كلها بصراحة اتعملت هنا في وقت قياسي جدا. First time I came here in Doha I didn't see this bridges. When I came here all of this in Ashghal still under construction, but now really it's a good view. Can I enjoy this one and helps you in the road to arrive to your destination quickly as you can.
when you arrive here, really you can feeling you are in the environment for Italy, Roma, France, like that is amazing place. لما بتيجي هنا منطقة اللؤلؤة بصراحة بتحس ان انت في مكان تاني, تحس انت في ايطاليا, في روما, فرنسا. مكان بصراحة مكان ممتع جدا يعني, حتى مريح للنظر. اي حد يحب يجي يستجم طبعا بيجي يقعد في المكان ده شوية, بصراحة اكيد مودها هيتغير كتير. احنا كده دلوقتي حاليا داخلين على مكان اسمه مدينة سنترال, دي من الاماكن الجميلة برضو اللي اتعملت في اللؤلؤة, مكان تحفة. We now go inside this مدينة سنترال area. This is good place to enjoy also. You will found here coffees and also some events sometimes. You can enjoy this place also. If you didn't have car also you can enjoy this place. يعني انت مجرد اسهل لما تيجي تتمشى في المكان هنا بصراحة برضو من الحياة الجميلة, تحس انت بتغير جو, بتشوف وجوه جديدة, بتشوف اشكال جديدة. هما هنا عامة في الدوحة هنا يعني بيحسوا الناس كلهم بصراحة ان هما يلعبوا رياضة, يجروا, يتريضوا. دي حتى اللي بقول عليها اسمها مدينة سنترال, دي من الاماكن الجميلة جدا والراقية جدا برضو. من ضمن الحاجات الجميلة هنا برضو ان انت لازم تحترم أدمية الشخص. يعني انت راكب سيارة وتلاقي حد معدي, طفل معدي, سيدة معدية, راجل معدي, لازم بتحترمه وبتقف له. مفيش حاجة اسمها ان انا امشي في طريقه خلاص, في اخلاق واداب للطريق لازم كله بيحترمها. طبعا المكان زي ما انتوا شايفين بصراحة روعة, سواء وجود الأشجار مع المباني اللي هي التصميم المعماري الجميل. هنا طبعا المطاعم والكافيهات زي ما احنا شايفين. This here's a coffee and restaurant and the tree with a beautiful building. كان زي ما انتم شايفين كله حاجات زي الطراز الغربي, بتاخد كتير من الحاجات الطراز الغربي. دلوقتي خرجنا من مدينة سنترال, هنطلع دلوقتي على منطقة كارتييه. We'll go now to Cartier area. دي بقى فعلا من المناطق الجميلة, جميلة جدا, اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. منظر العمارات عامل ازاي؟ تحفة معمارية بصراحة.
الاخوان بصراحة مع ال يعني مع الجو طبعا بالليل برضو بيبقى تحفة. ان شاء الله بجيب لكم فيديو برضو منها بالليل. مكان مريح جدا للاعصاب بصراحة. بعد اسبوع من ضغط الشغل واحد بس بيجي يغير جو بس كده. مبنى جديد كان بيتعمل في الوسيل لسه تحت الانشاء. وهتعدل كده وهنزل نوريلكم الرونتي الكارتيه من جوا بيتعمل. يلا بينا معانا. داخلين هنا منطقة كارتيه. هنا السكوتر ده عاملينه تبع اوبر عن يعني طريق ابلكيشن بيبداوا على الموبايل بيبدا ياخد السكوتر ده كهرباء بمده معينه بيتاجر يعني عشان يسهل عليكم التنقل ما بين في الاماكن عامه في منطقه كارتيه. طبعا شايفين المكان سحر بصراحة. المياه ما بين المباني طبعا مدار كل الجانبين عامة في الكافيهات في صيدليات في كل ما تحتاجوه هنا في المكان ده. هنا في السلم الموسيقي ونزل البيانو جميل جدا للأطفال لو حد هنا عايز يعني برضو يرفه أطفاله شوية. مكان جميل جدا. وقت احنا هناخد جولة بحرية بالقارب عشان نفرق كل مكان احلى برضو.
Okay, here, here my friend. Okay. طبعا هي بدأنا جولتنا بالعارف. عايز اقولكوا بجد المنظر تحفة.
طبعا احنا رجعنا معاه تاني. كان المفروض ننزل في المحطة اللي احنا نزلناها دي، بس غيروا قوانين هنا، لازم كل حاجة يعني تدفع بالاي تي ام، مفيش حاجة اسمها ياخد فلوس كاش. حتى بناخد فلوس كاش دي لا، كل حاجة بالاي تي ام هنا. ما انا عشان محدش يستغل الناس او السياح ويبدأ يتزوم في اي فلوس زيادة. Guy was he didn't have cash. He just accept ATM card. That's why to sweep people and tourists from anyone they stole money or anyone be safe. That's lead you in safe side. When you need to write this one in Qatar, should be have ATM. Let me start. بعد النهارده ان شاء الله بخصوص اللغه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم شير ولايك وسبسكرايب. اتمنى لكم يوم سعيد. سلام عليكم.